هذا واحد من المشاهد التي ألفتها العين في شوارع العاصمة المغربية، وتحديدا أمام مبنى البرلمان أو المحاكم أو قبلة وزارة العدل. إنها عائلة معتقلي من يسمون إعلاميا بالسلفية الجهادية، ينظمون وقفات احتجاجية للتنديد بما يعتبرونها أحكاما جائرة لحقت ذويهم في أعقاب تفجيرات 16 من مايو 2003، ولإسماع صوتهم لدى الهيئات السياسية بعدما تمكنوا من كسب تعاطف المنظمات الحقوقية، بل للضغط على الجهات الرسمية علها تستجيب لنداء المصالحة التي يعرضها المعتقلون على الدولة مقابل الإفراج عنهم. ضاعت الأسرة وضاع الأطفال، ولكن الحمد لله كله في سبيل الله، فنحن سنطالب بحقوقنا حتى أن ترد إلينا، نطالب بالكرامة، لا نريد أن نعيش عيشة الذل، نريد أن نعيش عيشة العزة والكرامة. آخر هذه المبادرات تلك التي أطلقها عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبو حفص وحسن الكتاني، وعنوانها أنصفونا. ومن أبرز بنود المراجعة فيها إدانة واستنكار التفجيرات الانتحارية والعمليات المسلحة في المغرب وغيره من الدول الإسلامية، ورفض تكفير المسلمين وقبول النظام الملكي وتقدير كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية والدعوة للتواصل مع الفعاليات المدنية، مبادرة انضم إليها ثلة من كبار الشيوخ السلفية الجهادية أمثال محمد الفزازي، غير أن ذات المبادرة تؤكد التمسك بالدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة جميعها. نتمن أي مبادرة تسير نحو الحلم، سواء كانت مبادرة الشيخ أبو حفص أو أي مبادرة أخرى. مؤامرة الصمت التي يشارك فيها العديد سواء كانوا سياسيين أو جمعويين لا تليق بهم. ورغم محاولات المصالحة التي ما فتئت السلفية الجهادية تطلقها من خلف القضبان، الجهات الرسمية لم تبدي تجاوبا حقيقيا، رغم أنها دشنت عام 2004 أول خطوة للحوار مع السلفية الجهادية، سرعان ما توقفت. الأسباب تظل مجهولة، ولكن الخطاب السائد يؤشر أن شروط الحوار الحقيقي الذي قد يقود إلى العفو والمصالحة لم تتحقق بعد من وجهة نظر الدولة. الموضوع يبدو لي أنه لم ينضج بالقدر الكافي ليكون هناك تعامل آخر. نحن ننتظر أن نتوفر على معطيات أكثر عمقا تفيد بأن هناك توبة بكل معنى الكلمة. بقيت الإشارة إلى أن هذه المصالحة المرجوة لا تشمل كافة الذين اعتقلوا على ذمة العمليات الانتحارية التي شهدها المغرب منذ 2003، إذ يمكن تصنيف معتقلي ملف الإرهاب بالمغرب إلى صنفين: الأول ارتكب حسب المحللين جرائم القتل باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء غير معنيين بالمصالحة، وآخرون أدانهم القضاء بالتنظير لتيار السلفية وهم محور المصالحة. طي ملف السلفية الجهادية لربما هو مسألة مؤجلة، ولكن الاعتراف بالذنب هو الشرط المفقود في الحلقة برمتها. عبد الحي حلمي، الحرة، الرباط.